بونجور، معكم مدامها. أنا بتتمة كيف منحضر الوحدة الأولى للصف السابع منهاج الحديث. جينا على كومبريونسيون دو لوغال. الحصة الأولى كانت أول بيريود تتعلق بالغلاف الوحدة الأولى وتوعية الطلاب على الشيء اللي راح ياخدوه. هلأ بنجي على الاستيعاب الشفهي اللي راح يسمع فيه الدوكيومون. إذا أنا عندي كتبت هدول أوبجيكتيف، هدفي هو كومبخوندر أن دوكيومون أو لون سو سالي، استيعاب تسجيل في تحية، سو بريزونت حدا عم بيقدم نفسه، بخون كونجي وحدا عم يستأذن بالانصراف، ماتيريال الأدوات اللي راح استخدمها، ليغ دو ليليف، كتاب التلميذ صفحة 8-9، والسي دي دوغي دو بيريود راح يكون درسي على حصتين. بخوميييغ إيتاب المرحلة الأولى. هلا بعد ما كتبت هذا المربع الاصفر بكتب خميغ ايتاب المرحله الاولى. جو بريفوا ما بدي، يعني سك جو فوا، لا بكتب جنبه باج 8 صفحه 8. سيت ايتاب سير ا اميت، هل مرحله بتفيدني بانه يطرحوا التلاميذ دي هيبوتيز، فرضيات كونسيرنون تتعلق ب لي زيليمون دو لا سيتوياسيون دو كوميونيكاسيون. شو هي عناصر الحوار، الموقف الحواري اللي انا راح اسمعه؟ بكتب تحت اللي تحته خط، بس بكتبه تحته ديرولمون. مسار الدرس. L'enseignant demande aux apprenants, l'استاذ بده يطلب من التلاميذ d'observer l'illustration. مثل ما قلنا هذا مبدأ، أنا اللي عم بحضر، أنا اللي بدي أقول، ما بحط دو، بحط خط أو ماجسكول. observer E Z، observer l'illustration، لاحظوا الصورة. et dites E S، وقولوا ce que E vous voyez. YEZ. إذن تحت ديرول ما بكتب observez EZ l'illustration et dites وقولوا ce que vous voyez. شو شايفين؟ تحت ما بده أقول، تحت بقول qui sont ces personnes، من هنن هؤلاء الأشخاص، كيس كيل ديز، شو عم يقولوا؟ أنا عم بسألهم، هن عم جاوبوني، مو بطرح الأسئلة فورا، بس أنا هيك تحضيري، شو عم يقولوا؟ وسونتيل، وينون، كان، متى؟ هاي هي لي زيليمون دو لا سيتياسيون دو كومونيكاسيون، هدول هنن، مين هنن الأشخاص؟ شو عم يقولوا؟ وينون؟ وإيمت؟ هدول هنن لي زيليمون de la situation de communication. هلا هن راح يجاوبوني هدول، انا ما بدي اكتبهم، اللي راح يجاوبوني راح يقولوا لي لما بسال مين الاشخاص. دي زيليف، هدول تلاميذ، صبي، بنت، ان غارسون، اون في، دانز اون كلاس، في الصف، لو ماتان، الصبح، بوندون لا جورني، اثناء النهار. ايل ديز، كيس كيل ديز، شو عم يقولوا؟ ايل ديز بونجور، عم يقولوا صباح الخير. ايل سو سالو، عم يسلموا على بعض. ايل سو بارل، عم يحكوا مع بعض، اتسيترا. Où sont-ils? Wenon, راح يجاوبوني وينون. Quand et met. L'enseignant accepte, l'استاذ بيقبل toutes les réponses, كل الإجابات تل المتعلمين apprenant même en langue maternelle، باللغة الأم طبعا، لأنه هن ما بيعرفوا فرنسي أكيد باللغة الأم. وأنا راح لي ريبرون، راح آخذهم هالجمل هدول وان فرونسي بالفرنسي أقولهم. et demande aux apprenants، وأطلب من التلاميذ دو لي ريبيتي، وأنا بقول ريبيتي، كرروا معي. il note au tableau les réponses des apprenants، يكتب الأستاذ على السبورة إجابات التلاميذ dans une grille telle la suivante، في جدول كالتالي. هلا أنا ما بدي أكتب كل هالكلام، بكتب حط خط. هلا بقى مو أنا اللي بدي أكتب، إل يعني أنا اللي بدي أكتب. هلا بحطه بالانفينيتيف بلون تاني، نوتي، بحطه بالانفينيتيف بس بلون تاني حتى أعرف أي الملاحظة إلي أنا. نوتي au tableau، noté elle هوني au tableau les réponses des apprenants.
بس بدي أكتب على اللوح إجابات التلاميذ، أنا هذا لازم أعمله أثناء الحصة. هلا هن عم يفرجوني أنا كيف لازم أكتب، موجودة وما في داعي أكتبها على دفتر التحضير. أكتب مين كي، مين عم يحكي، أكي مع مين، وين، دو كوا، عن ماذا، دولي لي زيليمون دو لا سيتياسيون دو كومونيكاسيون، لو بوركوا، لماذا يعني السبب. لونسينيون مين اون ديسكسيون جينيرال، يقود الأستاذ بيقوم بنقاش عام. هلا أنا ما بكل هاد ما بكتبه بحط خط اون ماجسكول اون ديسكسيون جينيرال، مناقشة عامة بس، ما في داعي هذا اللي اقرا انا بوغ دوني، لحتى اعطي اوز ابخونون للتلاميذ لوكازيون دو جوستيفيي امكانية تعليل لوغ هيبوتيز فرضياتهم ان سو بازون، مستندين على سيغ لي زيليمون دو لوستراسيون، عناصر الصور التوضيحية دول. Et il pose ou battra la question ou basal comment le sais-tu? Izan, khat, comment le sais-tu? بعد ما بيحكون بسألهم كيف عرفتوا إنه هي؟ بدهم يقولوا لي يعني شو ما قالوا بالعربي أنا بقوله بالفرنسي. Les apprenants montrent le lieu، بيأشروا التلاميذ على المكان، على البيرسوناج، لي بول، على الكلام اللي عم ينقال، بيأشروا. لما بسألهم كيف عرفتوا؟ فهن راح يأشروا، ما في داعي أكتب، عم يأشروا، لأنه راح يأشروا لحالهم. هلا هذا اللي حطيت تحته خط بكتب تحته دوزيام ايتاب، مرحلة تانية، لأنه الدرس على مرحلتين. هلا بقى بعد ما عملنا هالعملية هاي الجراحية بدنا نسمع التسجيل، بدي أحط لهم تسميع بكتب تحته بخمير إيكوت، أول مرة بده يسمع فيه طالب التسجيل هالكلام، بده يسمعه. هلا جيكوت أنا بسمع ما بدي أكتبه، جو ماسيغ وبدي أتأكد من شو اللي عم بسمعه، كمان ما بدي أكتبه، بكتب باج 8 صفحة 8 بس اللي تحته خط، يعني هذه أنا هون بهاي الصفحة، هاي 8 أنا هون. هلأ ست إتاب هالمرحلة دون الابخنون تعطي للطالب لوكازيون دو فيريفي، إمكانية إنه يتأكد دو سيزي بوتيز فرضيات اقتر مقترحاته إدو ربيغي، ويحدد وين les éléments de la situation de communication، عناصر الموقف اللي عديناه من شوي. هيك بيكون عمل كومبريهنسيون جلوبال، استيعاب شامل مو استيعاب تفصيلي. هي بكتبها تحت بعد ما حطيت باج 8 بحط كومبريهنسيون جلوبال، استيعاب شامل ديرولمون مسار الدرس. بروميي با الخطوه الاولى فيريفيكاسيون دي هيبوتيز، التاكد التحقق من الافتراضات فرضيات اللي طرحوها. بس اللي تحته خط لانسينيون باس La première séquence de l'enregistrement، الأستاذ بيسمعون أول جزء من التسجيل، document هالتسجيل الصوتي، et demande aux apprenants، وبطلب من التلاميذ de s'assurer، يتأكدوا de leurs hypothèses، من فرضياتهم، en cochant au tableau، بأنهم يسجلوا على اللوح les hypothèses افتراضاتهم qui sont correctes، اللي هي صح، de la part de certains apprenants، من طرف بعض التلاميذ. إذا أنا بدي أقول هون بحط خط، ما دول أنا بدي أسمع، لا بحط خط وبحط ماجسكول بي بي او ار باسي لا بروميير سيكونس دو لانغوجيسترومون دو دوكيومون. إذا تسميع، معلش الخط ما مستوي عندي، هي إمكانياتي في الرياضيات. إذا مبدأي لا بس passer la première séquence de l'enregistrement du document. هلا مبدا اللي نتاكدوا خلص مررناه وخلصنا، بنحط تحتها دوزيام با الخطوه الثانيه vérification، نتحقق دو لا كومبريهنسيون جلوبال، من الاستيعاب، بدي اتاكد منهم فهموا بشكل عام ولا ما فهموا. L'enseignant demande aux apprenants, l'estase bitlub yani ana, les talamiz, de faire l'activité B de la page 8. Hala ba'allon, mou da'atlub minnon ya'amlu, hat khat, majuscule, faites, amelou. Faites l'activité B de la page 8. Bas, allati tat mabda,
خلاص لعندهم، التي تتعلق بعناصر الحوار، عناصر الموقف الحواري. بوي il mène une correction collective تحت خط une correction collective تصحيح جماعي. Pendant la correction, أثناء التصحيح, l'enseignant note les réponses, أثناء التصحيح الأستاذ بيكتب على الإجابات الصحيحة على اللوح et demande aux apprenants de s'auto-corriger, إنهم يطلعوا على اللوح ويشوفوا يصححوا الشيء اللي هن حلوا. إذا مو أنا في هاي الشغلة علي بكتبه بلون تاني، ما بكتب كل هالكلام، بكتب خط إن كبيرة ER نوتي كتابة لي ريبونس كوريكت أو تابلو، كتابة الإجابات الصحيحة على اللوح. هلا هدول الإجابات أنا ما في داعي أكتبها لأنه هي قدامي بالدليل. هون خلصنا هاي الصفحة، نرجع ننزل هذا كله. جينا هاي خلصت الحصة الأولى بيريود، خلصت الحصة، هذا تحضير الحصة الأولى. هلا بنجي على بيريود دو، الحصة الثانية بالاستيعاب الشفهي. برجع بكتب لأنه بدي أحضر تحضير جديد، كومبريهونسيون دو لورال، استيعاب شفهي بيريود دو الحصة الثانية، وبحط تاريخ وبكتب تغوازيم ايتاب المرحلة الثالثة. دوزيام إيكوت بدي أسمعهم مرة تانية، جيكوت بسمع، إيه بحلل؟ لا، بحط أناليز ديسكورسيف يعني مثل تحليل مفصل، وبحط تحته باج 9 صفحة 9. سيت إتاب إتيون إتيود، هل مرحلة هي دراسة معمقة كي بوغ بوت هدف دو روبيري لي زوتي لينغويستيك، بدنا نطالع وسائل اللغوية مو اي اكسبرسيون كلا الكلمات والعبارات غلاتيف او تيم اللي بتتعلق بفكرة لا غونتخي ا ليكول العودة الى المدرسة، اي لاكت دو بارول وعملية الكلام، عملية الحوار، عملية الحكي. سو بريزونتي كيف بنقدم نفسنا، اي ساليو كيف بنحيي، بوغ كو لي زابخونون حتى الطلاب لي غيوتيليز بدهم يستخدموا دون لا فاز دو لابروبريسيون بيرسونيل، مو بدهم هن يكتسبوا هالشي لحتى يطبقوه، بس كله ما بدي اكتبه، انا بس عم بشرح لكم اياه. هلا بعدها تحت ديغولمون مسار درسي، بخميي با الخطوه الاولى. L'enseignant commence, يعني أنا, par un rappel d'information, un feedback, يعني التغذية الراجعة، يعني نسترجع الشيء اللي أخذناه في الحصة السابقة، en leur posant, وبأنه أطرح عليهم des questions, أسئلة concernant la situation de communication, على موقف الحوار السابق, à partir des éléments, انطلاقا من عناصر الصور التوضيحية، une fille, un garçon, بنت وصبي بالمدرسة عم يسلموا على بعضهم، et se présentent. هدول هن les éléments. ما بدي اشخط تحتهم، بس هنن هدول هنن مشان ما تكتبون، هدول هن عناصر سيتياسيون دو كومونيكاسيون، انه مين ووين وشو عملوا، هدول هن هالعناصر هدول. فانا بس بعمل ممكن اني احط بس ان فيدباك، خلص تغذية راجعة. بعد لانسينيان باس دو نوفو لا بروميير سيكونس، هلا بدي اسمعهم الجزء الاول من التسجيل. اذا بحط خط وبكتب بالمصدر لانه هذا اللي الحكي، باسي دو نوفو لا بروميير سيكونس، تسميع الجزء الاول دو لانغوجيسترومون من التسجيل. بوي il من ثم يقوم ب نقاش، هلا بقول ما بحط هاي، بحط خط ام كبيره، مني une discussion بس نقاش qui vise à repérer les mots لحتى نحدد الكلمات et les expressions والعبارات qu'on utilise. هذا كله الدليل بفيدني انا ايش بدي اعمل، بس التحضير هو اللي تحته خط اللي بس نستخدمه لحتى نسلم
نحيي et se présenter ou نقدم نفسنا بونجور سالو جو مابيل كومون تو تابيل انشانتي. هذا طبعا هذا انفورمال لانه فيه سالو في جو هذا كومون تو تابيل عم بحكي بتو لما بحكي بتو يعني انفورمال رفع كلفه لما بقول سالو رفع كلفه وبقى له تو. دوزيام با المرحله الثانيه دوزيام با vérification de la compréhension détaillée. التأكد من الاستيعاب المفصل كان global صار détaillé. L'enseignant demande aux apprenants بطلب من التلاميذ de faire l'activité C. هلا ما بقى له بحط خط وبكتب F كبيرة فت S فت l'activité C. اعملوا التمرين C de la page 9 en donnant un nombre au bâtiment. الأرقام بكل صفحة شو هنين بحط 1 2 و 3 pour les mettre en ordre لحتى يرتبون حسب الجمل اللي عم يسمعون يعني بده يرتبوا 1 2 3 حسب ما عم يسمعوا اني صارت كيف التحية وبعدين كيف تعريف النفس وكيف الإذن بالانصراف puis il passe une correction collective. هلا بحط خط une correction collective تصحيح جماعي pour fixer le bon ordre لحتى نثبت الترتيب الصح. l'enseignant attire l'attention بشد الاستاذ انا بدي اشد الانتباه المتعلمين sur le début du dialogue على بداية الحوار. on commence par la salutation بقلن انه نقول bonjour salut et on termine وننهي بي enchanté تشرفنا اهلا وسهلا au cas de faire connaissance لما بنتعرف على حدا. هذا كله حكي انا بدي اقوله بس ما بدي اكتبه. Ensuite, l'enseignant demande à la l'estaz bitlob net telamiz d'observer les bulles, yani يراقب ويشوفوا يلاحظوا الفقاعات يعني هدول مثل الغيمة فوق الأشخاص المكتوب فيهم الكلام et les images والصور activité 2 مبدأ اللي نلاحظوا هلا بحط خط أو كبيرة observer اللي نوجه أزيد observer les bulles شوفوا هالغيمات هال الدوائر et les images de l'activité في التمرين رقم D بالصفحة 9. explique la consigne بشرح لهم اياها ما في داعي اكتب en faisant les gestes بقوم بالحركات الادكوا مناسبة afin qu'ils comprennent لحتى يفهموا et sachent يعرفوا ce qu'ils ont à faire شو لازم يعملوا en se basant مستندين sur une nouvelle écoute على سماع للمرة جديدة للتسجيل puis il passe ثم بيرد بسمعون لانرجسترمون. هلا برجع بحط خط بي كبيرة passé ER هذا الكلام لي passé l'enregistrement de deuxième séquence بسمعون المرحلة الثانية الجزء الثاني من التسجيل et demande aux apprenants بطلب منهم de montrer l'image qui correspond et اشرو لي على الصورة اللي بتتناسب مع الميني ديالوج مع الحوار الصغير. طبعا بدي يسمعوا ويوصلوا يعرفوا مين اللي عم يحكي هالفقاعات هدول كي كونفين المناسبة et de noter le nombre correct dans la bulle ويحطوا الرقم الصح داخل هالفقاعة على الصورة. Il continue بتابع الأستاذ أنا de la même façon نفس الطريقة pour passer l'écoute حتى يسمعوا les autres séquences باقي التسجيلات. إذن passer l'écoute des autres séquences مثل ما قلت لكم دائما الـ ER هذا اللي أنا بكتبه بلون تاني يعني موجه الملاحظة إلي والباقي بالأزرق للطلاب بالـ EZ. l'enseignant cite au tableau الأستاذ بيكتب على اللوح les titres. إذا بكتب خط وبحط cite ER au tableau كتابة على اللوح les titres العنوان العناوين salutations se présenter تحية تقديم النفس mot de politesse كلمات التهذيب prendre congé الإذن بالانصراف et à la fin de chaque séquence وفي آخر كل
جزء سماعي il attire l'attention من شد انتباه الطلاب sur les mots الكلمات et les expressions والتعابير utilisées المستخدمين en leur demandant ونطلب منهم de les classifier et نصنفوها sous les titres تحت العناوين l'enseignant note au tableau والاستاذ بيكتب اذا طالما انا بحط ان ماجسكول نوتي او تابلو كتابة الكلمات et les expressions والعبارات dans la bonne classification في التصنيف الصحيح. كاتريم ايتاب تحت المرحلة الرابعة الأخيرة من الاستيعاب الشفهي بحط كاتريم ايتاب appropriation personnelle خلاص تمكن يعني باج 9 سيت ايتاب هالمرحلة فيز ادوني هالمرحلة تهدف الى اعطاء الطالب لوكازيون دو فرصة انه يرجع يستعيد لي مو الكلمات لي زيكسبرسيون والتعابير نوتي او تابلو اللي استخدم المذكورة على اللوح لوغ دو لا كومبريونسيون دو لوغال اثناء الاستيعاب الشفهي بوغ كيل سو بريزونت حتى يقدم نفسه اي سو سالي ويحل يحل يحيي déroulement المسار المرحلة première pas الخطوة الأولى avant de faire l'activité de l'appropriation personnelle activité قبل ما نعمل l'activité E l'enseignant passe استاذ بمرر من جديد إذا أنا عندي هون بدي أسمعه من جديد بحط خط majuscule passé là de nouveau l'enregistrement إعادة التسجيل سيكونس 2 مرحلة الثانية بوغ كو لي حتى التلاميذ ان بروفيت يستفيدوا فيها دان يستفيدوا منها دان سا توتاليتي كلياتها اي لوغ دوموند دو ريفيزي وبطلب منهم انهم يرجعوا يراجعوا معي الكلمات اي لي زيكسبرسيون سيتي او تابلو اللي نذكروا والعبارات المذكورة على اللوح اي شاك دو وكل واحد من بيناتهم دوا سو بريباري لازم يحضر نفسه بوغ كيل باس لحتى يرجع هو دوفون لانسينيان قدام الاستاذ يرجع afin de le يحيي الاستاذ de dire comment il s'appelle بيجي كل طالب عند الاستاذ بيقول له بونجور بيقول له جو مابيل كذا اي دو بروندر كونجي وبيستاذن بالانصراف يعني هذا اللي يقوموا فيه بشكل عملي لانسينيان دون اوز ابرونون الاستاذ بيعطي للتلاميذ لو تان كي كونفيان الوقت المناسب بور كيل سو بريبار لحتى يحضروا نفسهم انديفيديوالمون فرديا اذا بحط هون دي ماجسكول دوني اوز ابرونون اعطى التلاميذ لو تان الوقت المناسب بور كيل سو بريبار انديفيديوالمون لحتى يحضروا نفسهم افراديا il se déplace وبتنقل بيناتهم parmi eux pour les aider لحتى أساعدهم si nécessaire إذا في ضرورة. deuxième pas المرحلة الثانية من هالدرس après avoir terminé la préparation بعد الانتهاء من تحضير هالطلاب لهالحوار اللي يقوموا فيه l'enseignant donne l'occasion بعطيهم فرصة لبعضهم يعني ما معقول اسمع كل الصف de présenter leur production الشيء اللي بدهم يعرفوا يعني يعملوا الدورات il charge les autres وبكلف الاخرين de noter des remarques يكتبوا ملاحظات concernant les présentations تتعلق بتقديم رفقاتهم de leurs camarades يعني بدي احط présentation بس يعني تقديم النفس خلص عرفت ايش بدهم يعملوا لحتى نتناقش في نهايتها لأن ما بيعرف لسه لا يتناقشوا ولا يهووا معلش بالعربي يعني بيتناقشوا في حول كل تقديم نفس pendant la réalisation de l'activité أثناء إنجاز هالنشاط هذا l'enseignant fait la correction إذا بحط correction تحت majuscule correction si nécessaire طبعا إذا في ضرورة وأكيد في ضرورة erreur de l'utilisation des mots يعني غلط في استخدام بعض الكلمات أو بعض العبارات وأخطاء de la prononciation أو أخطاء اللفظ il ne faut pas transformer ما لازم يتحول هالنشاط إلى expression orale إلى تعبير شفهي
كان باين عندي هون بهالصفحة، هي ما عاد فيها شيء. إذا وهذا هو الكوريجي، تصحيح الشيء اللي أنا حكيت عنه. طبعا ما في داعي أحطهم للدليل معي، وهيك بكون خلصت أول مهارة هي الكومبريونسيون دو لوغال. وجينا على الاكسبرسيون اورال، التعبير الشفهي. هذا بدرس جديد، خلصنا درسين. والدرس الأولاني تبع أول شيء توعية الطلاب على الأفكار النص في بيريود، وتنتين بيريود بعدهم للاستيعاب الشفهي. إن شاء الله نكون أخذنا استفادة وعرفنا كيف بدنا نحضر. أنا رح أكفي إن شاء الله في وقت تاني. كانت معكم مدام، ما قلت لكم أوفوار على خش الفوا. باي باي.